لو الطريقه التقليديه بتاع سنه ثانيه تنفع مع المناهج الجديده وطرق الامتحان الجديده والشغل الجديد بتاع سنه اولى اعتقد لا. فالطريقه دي تنفع حتى مع سنه ثانيه مفيش مشكله فيها، بس الطريقه اللي هي العاديه خلاص ما تنفعش مع سنه اولى خلاص قولا واحدا. نعم ينفع، هو انا شايف ان صعب ان الواحد يبقى شغال في سنه اولى بطريقه وشغال في سنه ثانيه بطريقه، هيتعب جدا. عشان كده احنا واحنا قاعدين بنجهز الشغل لحضراتكم اتفقنا على بعض النقاط المهمه جدا يعني. اول حاجه التمكن من الماده العلميه. ودي لو كنا بنقولها في الشيء من التقليد ان انت بتلم كل حاجه في الدرس وكلام من كده، اصبحت حاجه غير موجوده، اصبح ما عندكش درس تلم بمادته العلميه. وبالتالي انت نفسك احنا بنقول للولد المفروض الولد ده هيبحث وهيدور وهيروح مش عارف يعمل ايه، ويروح المكتبه ويعمل سيرش في فين، ويروح الملاهي ويروح في سكابر ويروح فين. اذا ما كانش عندك انت ده كله وزياده اعتقد ان الدنيا هتبقى سيئه للغايه يعني. وبالتالي تمكن المعلم من الماده العلميه بقوه اكثر من الطلبه بمراحل هتفرق جدا، وخاصه ان احنا بنطالب اولادنا ان هم يبحثوا، وبالتالي لازم المعلم نفسه يكون هو مصدر البحث. فممكن الولد يجي يقول لك يا مستر مش لاقي دي في المكان الفلاني، فالطبيعي لو انت عندك في المكان الصحيح تقول له طيب دور في المكان الفلاني، على فكره هتلاقيها في موقع كذا، او هتلاقيها في المعجم بتاع كذا، او لا روح هتلاقي معجم في المكتبه بعنوان كذا، هتلاقي فيه في الجزء بتاع كذا. تشرح له لما توصف له الكلام ده هتفرق جدا، ودي مش هاجي الا اذا المعلم نفسه تمكن كويس جدا 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 من الماده العلميه. النقطه الثانيه احنا بنقول الطالب هيتدرب على مهارات التفكير العليا، والامتحانات كلها جايه على مهارات التفكير العليا، سواء بقى تحليل سواء تركيب او غيره. وبالتالي المعلم نفسه لازم يبقى عنده المهارات دي، مش ان هو بس بيدرب عليها، وده هقولها كمان شويه، لا لازم تكون عنده القدره ان هو يحلل، وعنده القدره ان هو يركب، عنده القدره على البحث، عنده كل مهارات التفكير العليا بيقدر يطبقها هو على نفسه بقوه، علشان لما اجي ادرب الاولاد عليها ما ينفعش يدرب الاولاد عليها الا اذا هو تمكن منها قوي، كانت عنده هي بصفه بصوره متميزه. النقطه الثالثه مهمة المعلم الأهم هي التجهيز للحصة باعتباره ميسر مرشد للمعرفة، مش إن هو جاي بإيه؟ بينقل معرفة، مش خد معلومة وجاي بيقولها. لو الطريقة دي كانت تنفع قبل كده أعتقد إن هي ما بقتش كده خلاص. أنت دلوقتي ما بتنقلش معرفة، لا ده أنت بتيسر بترشد بتقول له لا روح اعمل كذا، روح بتجهز وسيلة قبل الحصة بتقعد تجهز. على فكرة هي مرهقة قوي، الجزء ده مرهق أكتر من الشيء التقليدي.